مرحبا، كيفكن؟ أنا دانا واليوم معي جوليا، ومثل ما بتعرفوا هلأ بلش موسم العودة للمدارس، لهيك اخترت محل R&B عنده كتير خيارات حلوة من الشنط من عمر جوليا وأصغر، وهلأ رح نشوفهم وعرفكن عليهم كلهم. هلأ رح نبدأ بشنطاية هلو كيتي، طبعاً فيها سحابين كبار بيوسعوا كتير أشياء، وفيها كمان الدواليب وإيد لحتى تجروها منها، وكمان بنفس الوقت بتنحط على الظهر، وفيها جيبتين من على اليمين ومن على اليسار لمطرة المي. هلأ بدنا نحكي عن خمس أشياء يلي بيجوا مع شنطاية هلو كيتي. أول شي بيجي معها حافظة طعام، وبيجي معها مطرة للمي، ومقلمة حتى نحط فيها الأقلام والأغراض، وكمان بيجي معهم لانش بوكس كبير حتى نحط هاي الأشياء جواتهم. طبعاً ديزاين تبعها للشنطة كتير حلو ومميز، فيها كرتون هلو كيتي تربينا عليه ومنحبه كتير من إحنا وصغار، فيها سحابين وفيها جيبتين من على اليمين ومن على اليسار لمطرة المي. وأكتر شي حبيته فيها إنه من ورا فيها سفنج حتى يدعم الظهر، وطبعاً هي شنطة الظهر فأنا حبيتها كتير وحسيتها كتير مميزة. وفي عليها عرض حلو كتير إنه أنتوا إذا بتشتروا منها قطعتين بتاخدوا أوفر كتير حلو سواء أونلاين أو من الستور. هلأ منجي لشنطة باربي، مثل ما بتعرفوا هلأ باربي كتير ترند هالأيام بسبب الفيلم تبعها، فالصبايا كتير حابينها. هاي الشنطة كتير مناسبة لإلهم، طبعاً لونها بينك وعليها رسمات باربي تري من الباربيز. بيجي معها اللانش بوكس ومقلمة، وبيجي معها عرض كتير حلو اللي هن لوازم الكتابة، بيجي معها دفتر قلم محاي ومسطرة كمان. وهلأ منجي لشنطة ميني ماوس، حجمها أكبر شوي من حجم شنطة باربي، ميزة كتير بلون الموف فيها. بيجي معها شنطاية لللانش بوكس، وبيجي معها كمان مقلمة، وهي شنطة ظهر بدون دواليب. ومثل ما شفتوا خلصنا عرض الكوليكشن كلياته تبع الشنط من R&B. وجوليا بدي اسألك، شو حبيتي أكثر شيء؟ يلا جيبيها جيبيها. توقعت إنه جوليا حتحب هاي كثير، وأنا حبيت الكوليكشن كثير، وبتمنى يكون عجبكم أنتم كمان. جوليا يلا راجع على المدرسة.